اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قدمنا لحضراتكم تاني صفقات او اولى الصفقات، اسف الفقره الاولى، النهارده بنقدم لحضراتكم تاني الصفقات اللي اعلن عنها النادي الاهلي، الا وهي كره الطائره سيدات، انضمام ليبرو نادي الصيد. والحقيقه اللي عملت مواسم ورا بعض جيده، وصاحب طبعا سن يعني سنها صغير وما شاء الله لعبت منتخبات مصر، حبيبه زعتر. اهلا بيك يا حبيبه، منورانا في قناه أهلاً الاهلي. اهلا بحضرتك، ازيك؟ الاول طبعا مبروك ليكي انضمامك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. مبروك علينا كمان انضمام ليبرو كبير زيك للنادي الاهلي. شكرا. خلينا بقى يعني نعرفك اكتر بالساده المشاهدين، انت من بنات النادي الصيد. اه بالظبط. وكل الاعمار السنيه يعني؟ اه لعبت كل الاعمار السنيه لحد الفيرست تيم يعني، الحمد لله. طيب انت من اول ما بداتي كنت ليبرو؟ انا اعرف زمان يعني في السن الصغير ما بقاش فيه. لا يعني ما كنتش ليبرو من اول ما بدات. كنت يعني بلعب في الملعب الصغير يعني اللي هو كان بالزبط. 4 كنت بلعب بقى كل حاجه. ما بالظبط، ما هو بيبقى في سن صغير مهم ان تاخد كل السكيلز. طب مين اول مدرب لعبك ليبرو مين؟ كابتن علي فؤاد. كابتن علي فؤاد. فاكره كان عندك كام سنه؟ انا كنت صغيره قوي، انا اصلا بدات من وانا صغيره جدا، كان عندي تقريبا 4 5 سنين يعني. فعلا؟ عشان اخواتي الاثنين الكبار كانوا بيلعبوا فولي. ولاد ولا بنات؟ لا بنات. بنات كانوا بيلعبوا فولي في الصيد برضه. بالظبط. فانت طلعتي بالديفولت على بالظبط، على انا الطفله الصغيره اللي تيجي تلعب على الحيطه. بس اقول لك على حاجه، مروحك مع اخواتك خلاكي تتفرجي طبعا، وخلاني احب اللعبه اكتر اصلا. ودايما في مقوله بتقول الفرجه نص العلامه. فانت طبعاً. فانت اتعلمتي فولي بس من قبل ما تلعبي، مجرد وجودك مع اخواتك اتعلمت. بالظبط. طيب لعبنا ليبرو، حبيت المكان ده. اصل ليبرو انت استقبال من يعني او دفاعي، لعبك دفاعي. فهل النهارده مش كل اللعيبه بتبدع فيه؟ بس حبيت المركز ده. حبيته جدا جدا. يعني انا من وانا صغيره كنت بصراحه نفسي العب اربعات، بس انا حبيت قوي الليبرو. يعني انا حسيت ان هو بيعمل حاجه مش مختلفه، بس خلاص انت بتركز على حاجتين معينين، هو ده بس اللي انت بتعمله، وبتعلي فرقتك جدا جدا. يعني أيوة. انت متوفقه بتعلي فرقتك بشكل بالظبط، وبيعتمدوا عليك اعتماد طبعاً. كلي طبعا، ودايما بيبقى عندهم ثقه فيك ان انت، لا انت اللي هتشيلي، انت كده. طيب اول منتخب انت دخلتي، منتخب شابات او ناشئات؟ اول منتخب دخلتيه كان امتى؟ فاكره كان عندي كام سنه؟ وكان سنه كام؟ كنت صغيره برضو، كان عندي 14 سنه مثلا. سنه كام يعني؟ مثلا ممكن نقول مثلا سنه 18 17 صح؟ ممكن. مثلا لعبت بطولات بره؟ لعبت لعبت 3 بطولات. لعبت بطولتين عالم في المكسيك وبطوله افريقيا في تونس. ما شاء الله، يعني على سنك الصغير ده، انت 20 سنه او 21 سنه، على سنك الصغير ده خدت خبرات دوليه كمان. الحمد لله ما شاء الله. يعني ده برضو ده اللي ساعدك واللي اهلك بشكل كبير، النادي الاهلي كمان يفكر فيك ان انت ما شاء الله لسه عندك كمان وقت. وكابتن مهاب فخر الدين مش سهل ان في لاعبه يعني او لاعب يعني يقتنع بيه فنيا، لانه طبعا اسطوره كبيره من اساطير كره الطائره. طيب المفاوضات بدات ازاي؟ يعني ايه اللي حصل مع النادي؟ كلموك ازاي؟ هي بدات من مبدئيا سنتين مثلا، هم طلعوا قرار كده في الاتحاد ان ما ينفعش اي حد ناشئ يمشي من النادي وكده، لازم موافقه من الاتحاد نفسه. بالظبط. نعم. بس فهم بداوا يتكلموا معايا من سنتين، بعد كده طبعا ما كنتش ينفع اروح يعني في حته. وبس السيزون اللي فات كان في ماتشات الفاينلز شغاله وكده، كابتن ابراهيم طبعا كلم بابي، وبعد كده بقى بدات المفاوضات. رحنا اتكلمنا مع كابتن خالد العوضي وقعدنا معاه وبس. يعني الكلام معاكي كان من سنتين. وعشان قرار الاتحاد انت دلوقتي بقيتي فيرست تيم، فخلاص انت من حقك تنتقلي، بيع وشراء عادي جدا من نادي النادي. ولكن اللي منعك تيجي انك كنت فاتت الناشئات. بالظبط.